عقد مجلس الشورى جلسته 28 من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. وأكد معالي رئيس المجلس خلال الجلسة أن دعم عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة جلالته للسلطة التشريعية مكنها من أداء دورها التشريعي على الوجه الأكمل. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989 والذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2009 ميلادية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي يهدف إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون. كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز للتحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2022 ميلادية، والتي تهدف إلى تطوير ودعم المشاريع الحيوية في البلاد.